هقول لكم يا جماعة على أنواع الطيور اللي تكسبكم المبلغ ده أو تكسبكم 1000 جنيه كل أسبوع، وكمان هقول لكم إزاي تسوقوها وإزاي توكلوها، وهقول لكم كل حاجة عشان يكون معاكم مبلغ بالشكل ده كل شهر، وكمان هقول لكم على أرباحي وأرباح خالاتي وأرباح مرات عمي من الطيور كام كل شهر، وازاي بنقدر ان احنا نكسب من الطيور ومكسب كويس جدا وفلوس كويسة جدا من تربية الطيور على السطح، وكل حاجة في الفيديو ده. وكمان هقولك ازاي تقدر تسوق طيورك وانت قاعد مكانك في البيت من غير حتى ما تنزل السوق ولا اي حاجة، كله اونلاين من على النت. كملوا الفيديو ده معايا للاخر، وكله يعمل لايك للفيديو ده عشان اكبر عدد من الناس تشوفه وتستفيد، لان بجد بجد مشاريع العمر هي في الطيور. وكمان هقول لكم على الاوقات والمواسم الكويسه اللي تقدروا ان انتوا تجيبوا فيها طيور وتبيعوها. يلا بينا يا جماعه ننزل نصلي على النبي ونعمل لايك للفيديو ده عشان نرجع نعرف ايه هي انواع الطيور اللي نقدر نكسب منها المبلغ ده كل شهر. يا جماعه نتكلم عن اول نوع طيور واللي هو بيكسب مبالغ محترمه كده وبيجيب فلوس على بعضيها وقرش متجمد كده على بعضيه، ومثلا تبيع كده تلاقي مثلا تبيع 2-3 كده تلاقي معاك مبلغ كده محترم بتاع 1000 جنيه او حاجه. اهو الرومي الاسود، الرومي الاسود المزارع اللي هو مش زي سعيد كده، لا الرومي الاسود المزارع اللي احنا بنشتري الكتكوت الصغير ب 25 جنيه ب 30 جنيه ب 40 جنيه. الرومي الاسود المزارع يا جماعه هو احسن انواع الطيور اللي تقدر تكسبك فلوس واللي بتكبر بسرعه واللي مناعتها قويه واللي بجد بجد يعني بتجيب قرش. دول 2500 جنيه لسه مرات عمي بيعابهم حالا، رومي اسود بتاع مزارع النهارده السبت بيعهم. طبعا يا جماعه في ناس بتربي كميات طيور كبيره جدا ما شاء الله، الله اكبر، زي مرات عمي كده، مرات عمي بعتهم وانا اللي استلمت لها الفلوس من التاجر. فخلينا نخلي ان الرومي المزارع الاسود اللي هو يعتبر زي سعيد كده هو بطل الموضوع بتاعنا، مش لوحده لا، ومعاه البط والحاجات. الرومي يا جماعه الديك مثلا بيكون 6 كيلو 7 كيلو 8 كيلو وبيوصل وزنه كده، وبنقدر ان احنا نبيعه بسعر عالي، وزبون الرومي موجود على طول. الرومي يا جماعه عمر الكيلو ما قل فيه عن 45 جنيه نهائي. طبعا انت لو عايز تعمل مشروع ممكن تروح تجيب 10 حتت رومي مثلا، 10 هيقفوا عندك 5 شهور، لما تيجي تبيعهم هتبيعهم بمبلغ محترم جدا، تمام؟ وسوقه مضمون وزبونه مضمون. وفي كمان ناس بتبيعه ب 65 جنيه وما اعلى على حسب السوق ساعتها، تمام؟ تسويق الرومي سهل جدا، هتروح لاي محل فرارجي هياخده، هتروح في السوق هياخده، هتبيعه اونلاين على الفيسبوك دلوقتي يا جماعه بقت الناس بتبيع عليه كل حاجه، والبيع عليه بقى بالهبل، تمام؟ ده اول حاجه اللي هو الرومي، تمام؟ والرومي مكسبه كويس جدا ومضمون جدا. والناس يا جماعه اللي بتشوف ان الناس بتجيب عدد كبير من الطيور وبتسال هي بتوكلها ازاي، ما هو يا جماعه هي الطيور بتصرف على نفسها، هي الطيور بتصرف على نفسها، يعني مكسب غير اكلها، مكسب غير اكلها، والشاطر هو اللي يوفر في اكل الطيور، يعني مره عايش مره ينزل يشتري لهم عش من المخبز مستعمل كده. نيجي بقى يا جماعه على تاني نوع طيور بيكسب معانا، البط الابيض. ده البط الابيض ده كويس جدا جدا جدا، وعلى 50 يوم او 45 يوم او 60 يوم بكون بايعه، وممتاز ممتاز ممتاز ممتاز، وده بقى بيجيب بلوه فلوس، وعن تجربه شخصيه جدا معايا انا. مشروع البط الابيض ده كنت بعمله سواء اجيبه عمر يوم واخليه 10 ايام كده وابيعه، او اجيبه واخليه للذبح. الكيلو فيه يا جماعه بيكون ب 30 جنيه ب 28 جنيه، وزبونه موجود ومضمون جدا جدا جدا، مع احترامنا لاخواتنا المسيحيين بيعشقوا البط ده بيموتوا فيه. اللي عايز يعمل المشروع البط الابيض ده بالذات يجيبه في موسم المسيحيين، بياكلوه بطريقه ما تتخيلوهاش. يعني انا والله العظيم كان عندي الناس بتجيلي من القاهره مخصوص يجوا ياخدوا مني البط ده، وكانوا بيبقى مسيحيين. فالبط ده كويس جدا، بتجيب البطايه ب 10 جنيه بتبيعها ب 150 جنيه،
تمام كويس جدا ومضمون جدا ومكسبه مضمون 100%. نخش بعد كده على البط المسكوفي. يبقى بعد البط ده على طول يحتل البط المسكوفي. البط المسكوفي كويس جدا بيشيل وزن معاك، زبونه موجود موجود موجود. المسكوفي اكل البشوات، اي حد بتقول له عندي بط مسكوفي بيجي ياخده على طول. بس المسكوفي مشكلته عنده شويه مشاكل بساط زي تساقط الريش، العض في بعضه. بس لو انت ربنا كرمك والدوره مشيت تمام هتكسب فيها. حتى برضه لو عض في بعضه بيكون ماشي تمام التمام، وبرضه بتكسب وربنا بيبارك لك. تمام. والمسكوفي برضه يا تبيعه في محلات الفراخ، يا تبيعه في الاسواق، يا تبيعه في على النت على الفيسبوك. تدخل جروبات الطيور تصور حاجتك، عندي كذا في المكان كذا السعر كذا، على طول بتلاقي ألف زبون. أنا ببيع على الفيسبوك، ناس كتيرة جدا بتبيع على الفيسبوك. ولو حتى هتبيعه للتجار في البيت الفلوس هاي هاي مرت عني بيعابهم هم والله العظيم 2500 دلوقتي بيعابهم رومي، بيع 8 ديوك رومي دلوقتي ب 2500 هم اهم على الكيلو ب50 جنيه والله العظيم ما بكذب عليكم، اهم فلوس اهي والله العظيم، لو مش حرام هفردهم لكم في الارض. فده يا جماعه هي المشاريع اللي بجد. كده اتكلمنا عن الرومي وعن البط الجعجاع وعن البط المسكوفي. البط المسكوفي الكيلو فيه ما بيقلش برضو عن 40 جنيه. نخش بقى على البط البغالي، وبصراحه انا بحب البط البغالي جدا وبحترمه جدا جدا جدا، لان زبونه موجود وكمان فلوسه كويسه جدا، والدوره بتاعته برضو ما بتكملش الستين يوم، والذكر معانا بيوصل لستة كيلو لو اهتمينا بيه كويس. كده يا جماعه الاربع طيور دول اللي هو البط البغالي والبط المسكوفي والرومي والبط الجعجاع هما احسن اربع طيور بتجيب فلوس، هما احسن اربع طيور بتجيب فلوس. ابعدوا لي بقى خالص يا جماعه عن انواع الطيور دي لو انتوا عايزين تجيبوا فلوس، وبرضو لو انت عايز تربي لبيتك وتاكل اعمل الحاجات دي. ابعدوا لي خالص يا جماعه عن البط البلدي، اوعى تربي بط بلدي وتنتظر منه انه يجيب لك فلوس. هيعوق البط البلدي عشان تفكر تبيع منه بتبيعه على 5 شهور. انت عايز تربي هات ذكر بط مسكوفي مع انتايه بلدي يجيبوا لك البط ده، دي لسه ما كملتش الشهرين والانتايه قفلت هيت ووزنها ما شاء الله 2 كيلو في شهرين. مثلا ب 45 جنيه يعني الانتايه تعمل لها 90 جنيه مقاربه من البطه الجعجاعي برضو لو مثلا يعني في السعر كويسه. ده اللي هو البط الخليط بلدي على مسكوفي. تمام، خليك انت في المسكوفي والبغالي والجعجاع والرومي احسن الانواع. عايز تعمل مشروع انتاج البيض، بصراحه بحس ان مشاكله كتيره جدا ورخم، وتلاقي الفراخ قطعت منك بيض وبرضه مكسبه مش كتير. يعني انت مثلا هتجيب 50 فرخه 100 فرخه هتاخد منهم كل اسبوع، برضه مشروع انتاج البيض ماهوش كويس بصراحه. البيض ده خليه للاكل. تمام، نيجي بقى بعد كده يا جماعه لان الناس كتير جدا طلبت مني النقطه دي. هجيب الوز هنا وهكلمكم واتفق معاكم ان مع الناس دي ان الوز اكل البشوات، بس الوز ما بيكسبش. خساره الوز اللي الواحد بيخسرها قسما بالله تربي جيش بط. انا واحد عن نفسي ما بشوفش ان الوز فيه مكسب، الوز عباره عن هوايه. الوز بتاعي السنه اللي فاتت 3 اناتي بضولي 35 بيضه، ما خدتش منهم غير 3 وزات. الوز رقد والباق كله كان معمر، بس حصل نصيب وعيه هم على البيض. واللي متابع قناتنا ماتت في مزرعتي فاكر الموضوع ده كويس، عيه هم على البيض وما واحده ماتت وما ينفعش الباقي في الفقاسه. تمام، فالوز استبعده خالص، الوز ده هوايه لو ربنا كرمك فيه هترزق وهتكسب منه كويس برضو، بس الوز استبعده. خليكم في البط المسكوفي، البط الخليط بلدي على مسكوفي، البط الجعجاع، الرومي، البط البغالي. نصيحة مني واللي أنا أحب أربيه هو الرومي والبط البغالي والبط الجعجاعي. عظمة على عظمة، وأحسن حاجة بتجيب فلوس، واللي خالاتي ونسوان عمامي بيربوه وبيكسبوا منه بصراحة، واللي أصحابي بيربوه. نيجي بعد كده الحمام بجميع أنواعه بيكسب لهوة فلوس. الحمام ده نهر كده، نهر فلوس، بس مشكلته إنه بيتحسد. مشكلة الحمام انه بيتحسد. نيجي للارنب، الارنب جميل جدا وبلوت بلوت بلوت فلوس. الارنب يعني حتى لو رخيص، لو رخيص الارنب، بس برضو انا بكلمكم على الارنب البلدي ده، كمان الارنب السلالات غالي. الارنب يا جماعة بيجيب فلوس كتيرة جدا، حتى لو انتوا خدتوا اللي هي الارنبة مثلا هي، حتى لو انتوا عندكم ارنبة ولادة زي دي كده خدتوا منها
كل ولدة 6 عيال وبعتوهم مثلا ب50 جنيه كويس، برضو الأرنب شغال وكويس وبيجيب فلوس. بس أنا بكلمكم على أنواع الطيور اللي تقدروا تعملوها كمشروع تكسبوا منها فلوس، هي الرومي، البط البغالي، البط الشرشيري، البط المسكوفي، والحمام كويس جدا وبينتج كويس جدا. التسويق، هتروح السوق تقول لي ببيعه في رخيص، امسك في حاجتك، تبت في حاجتك، روح لتاجر، من تاجر لتاجر، علشان تقدر تبيع ويبقى معاك. شوف الفلوس انا هفردها لكم اهي، شايفين؟ شايفين الفلوس اهي اهي، انا طبعا هلمها. شايفين الفلوس عامله ازاي اهي؟ وده كان الفيديو بتاعنا بتاع النهارده، ويا رب تكونوا استفدتوا، والفلوس دي كلها من الرومي بس يا جماعه النهارده، شايفين 2500. وده كان الفيديو بتاعنا بتاع النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.